أعلنت وزارة الداخلية القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية أثناء اختبائه داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. أشارت الوزارة إلى أن معلومات قطاع الأمن الوطني أكدت اتخاذ القيادي الإخواني من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخراً وكرا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن. أضاف البيان أن عمليات التفتيش أسفرت عن العثور على العديد والعديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد. كما تم ضبط بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية. هذا وتؤكد وزارة الداخلية الاستمرار في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك. عبر الهاتف المزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد إبراهيم ربيع الباحث في الجماعات الإرهابية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بك يا أستاذ الكل وكل فريق العمل وتحياتي لحضرتك وكل إكسترا نيوز. بشكرك يا فندم. يعني الحقيقة هو خبر سار، خبر سعيد صحي عليه كل الشعب المصري النهاردة بالقبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت واللي كانت بتسميه جماعة الإخوان الإرهابية الناب الأزرق لهذه الجماعة. القبض على محمود عزت سيد إبراهيم كيف سيؤثر على صفوف جماعة الإخوان الإرهابية؟ تمام يا فندم. أولا كل التحية والتقدير والامتنان والعرفان لجهاز الأمن الوطني ولكل أجهزة الأمن والمعلومات المصرية على الكفاءة والفاعلية والجاهزية في الضربات الاستباقية وضبط المجرمين. اثنين، يبدو أن شهر أغسطس سيتحول إلى شهر موازي للكرباليات والصعبانيات اللي عند الشيعة، يعني هم شهر محرم عندهم، يعني شهر صعبانيات وكربلائيات بسبب مقتل الحسين، والآن الإخوان سيحولون شهر أغسطس لأن صد اعتصام 4 أغسطس 13 والقبض على العقل المدبر ومهندس كل العمليات الإرهابية والكيانات الإرهابية المنبثقة عن التنظيم محمود عزت في أغسطس 20. نعم. طبعا دي نقلة نوعية وخطوة مؤثرة جدا جدا في تنفيذ القرار الاستراتيجي اللي تم في 3/7/2013 باستئصال السرطان الإخواني من جسد الأمة المصرية. يعني وصل الحال بالأمة المصرية وسياق الدولة، يعني لما الفريق أول عبد الفتاح السيسي يقف 24 يوليو 2013 ويطلب من المصريين تفويض لمواجهة الإرهاب المحتمل، رؤية دولة ورؤية رجل كان على رأس جهاز المخابرات الحربية، يعني يعلم ما لا يعلمه غيره. نعم. ويعرف ماذا كان يدبر هذا التنظيم الإرهابي الإجرامي الدموي للنيل من إرادة وكسر إرادة الشعب المصري بعد أن خرج في 30 يونيو وأزاح الإخوان من على صدر الدولة المصرية وفوض وأمر، ليس تفويضا فقط ولكن أمر للقوات المسلحة المصرية بحماية مقدرات وأمور الشعب المصري ودولته. نعم. طيب سيد إبراهيم خليني أرجع لسؤالي السابق إذا سمحت. تمام. كيف سيؤثر القبض على محمود عزت يعني في صفوف جماعة الإخوان الإرهابية؟ هل سنرى خمول لهذه الجماعة أم أنها ستعيد يعني ترتيب أوراقها سريعا؟ ده اولا حضرتك اللي في التنظيم سيمر اولا هذا الخبر بمثابه ضربه قويه جدا جدا في اعمده التنظيم وسيصاب اعمده التنظيم من الداخل بالتصدع، والشباب التنظيم وافراد التنظيم هيصيبهم الهلع والاحباط والجنون من جراء ما حدث. ولكن طبعا حضرتك عارفه ان التنظيم بدا يروج لاكذوبه لكي يخدر بها القطعان الضاله التي تتبعه، بان دي صفقه بين اردوغان وبين جهاز المخابرات المصريه في القبضه، لصرف النظر عن
انجازات جهاز الامن الوطني، وبصرف النظر عن عبقريه جهاز الامن الوطني وعبقريه الاجهزه الامنيه المصريه، ثم لتخدير القطعان بان القيادات ليست فاشله ولكنها ضحيه مؤامرات وضحيه صفقات. طيب سيد ابراهيم لو سمحت لي في هذه النقطه، يعني كونك باحث في الجماعات الارهابيه، كان هناك اصلا تفكك في جماعه الاخوان الارهابيه؟ كنا نتحدث دائما عن ما يتعلق بالاموال وان شباب الجماعه محبطين لان التمويل لم يعني يصبح كما كان سابقا. عندما يتم الاعلان اليوم انه تم القبض على محمود عزت، دعني اقول في احد الشقق او الفيلات الفاخره في منطقه التجمع الخامس، كنا بنسمع من بعض المنشقين من جماعة الإخوان الإرهابية أنه كان أحد انشقاقهم عن الجماعة هو عدم توافر الأموال للقيام بأعمالهم. اليوم عندما يروا محمود عزت يسكن في هذه الشقق الفاخرة ويعيش في مثل هذه الرفاهية، سيد إبراهيم، ماذا من الممكن أن يحدث في صفوفهم؟ أولا الأموال في التنظيم الإخواني أموال وفيرة جدا جدا، وأموال كثيرة جدا جدا من خلال التمويلات المخابراتية ومن خلال التجارة في المشروع وغير المشروع، من خلال يوسف ندى وإدارة مشروعات التنظيم في الخارج، وغسيل الأموال في بنك التقوى في جزر البهاما في مناطق الأقصر. من حيث مبدأ المال كثير، ولكن هناك نقطة يعني ستتضح تباعا لدى قطعان التنظيم، أن التنظيم به من العنصرية والطبقية الفادحة. يعني معاملة القيادات وأفراد الصف الأول والثاني بسخاء وببذخ في الصرف وفي الأموال، ومعاملة الصف بقية الأفراد بطريقة يعني تسيير الأحوال. يعني أنت إذا كان بيتك بيمشي ب 5000 خد يا عم 2000 ويدبر حالك، لكن يتصرف على قيادة زي محمود عزت مئات الملايين ما فيش مشكلة، لأن ويتم ترويج ده عند القطعان الضالة الإخوانية بأن دي أمور بديهية وطبيعية. دي قيادة ولازم نحافظ عليها ولازم، لكن عند سقوطها يعني بيتم بقى يعني المقارنة الداخلية وإن لم يتم الإفصاح عنها. يعني انتم صحيح بالتأكيد. طيب طبعا أنا يعني بعتذر لضيق الوقت سيد إبراهيم، أنا بشكرك شكرا جزيلا. إبراهيم ربيع الباحث في الجماعات الإرهابية كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.